أنس جابر لاعبة تنس تونسية محترفة تحتل المرتبة الثانية عالمياً في تصنيف رابطة محترفات التنس الصادر في حزيران الماضي. أنس مواليد 28 من آب عام 1994 في قصر هلالة في تونس، ويلقبها أنصارها باسم وزيرة السعادة. حالياً تعتبر اللاعبة التونسية رقم واحد وأفضل لاعبة تنس إفريقية وعربية ترتيباً في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة المضرب ورابطة محترفات التنس. فازت أنس جابر بثلاثة ألقاب فردية في جولات رابطة محترفات التنس، بالإضافة إلى 11 لقباً فردياً ولقب زوجي واحد على مستوى الاتحاد الدولي لكرة المضرب. تعرفت أنس جابر على رياضة التنس لأول مرة في سن 3 من قبل والدتها، ووصلت إلى نهائيين فرديين للناشئين في دورة فرنسا المفتوحة عامي 2010 و2011، وفازت باللقب في 2011. كانت أول لاعبة عربية تظفر بلقب فردي في الجراند سلام للناشئين منذ أن فاز المصري إسماعيل الشافعي بلقب ويمبلدون للشباب في الستينيات. بعدما يقارب 10 سنوات من اللعب في المقام الأول على مستوى الاتحاد الدولي لكرة المضرب، بدأت أنس المنافسة بشكل أكثر انتظاماً في جولات رابطة محترفات التنس بداية من عام 2017. في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2020 أصبحت أنس أول لاعبة عربية تصل إلى ربع نهائي بطولة كبرى، وهو إنجاز كررته في بطولة ويمبلدون 2021. فازت بأول لقب على مستوى رابطة محترفات التنس خلال بطولة برمنغهام كلاسيك 2021، لتصبح أول امرأة عربية تفوز بلقب بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات. فازت بأكبر لقب لها في بطولة مدريد للماسترز، لتصبح بذلك أول لاعبة إفريقية وعربية تظفر بلقب على هذا المستوى. في عام 2019 حصلت أنس على جائزة المرأة العربية في فئة الرياضة. بدأت جابر اللعب في رابطة التنس للشباب في العام 2007 في أسبوع عيد ميلادها 13 مع مواطنتها نور عباس، وفازت بلقبها الزوجي في مشاركتها الأولى في بطولة لبنان المفتوحة للتنس. في دورة رولان غاروس فازت بلقبها الوحيد للناشئين في البطولات الأربع الكبرى، لتصبح أول امرأة من العالم العربي وإفريقيا تفوز ببطولة جراند سلام للناشئين. الرئيس التونسي قيس سعيد كرم نجمة كرة المضرب بتقليدها أعلى وسام استحقاق رياضي لتحقيقها إنجاز الوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون. عندما كانت شابة قام نبيل مليكة بتدريبها حتى بلغت 13 من عمرها. عملت أنس جابر مع برتنارد بيريت منذ فبراير 2018، وتنظر إلى بيريت على أنه أكثر دعماً لأسلوب لعبها من مدربيها السابقين، قائلة: أعتقد أنه يفهم طريقة لعبي، يحاول تحسين تسديداتي الجيدة وليس تغيير ما أفعله. لقد عملت مع الكثير من المدربين الذين حاولوا تغيير طريقة لعبي. شجعني برتنارد على القيام بالتسديد وكذلك تصحيح تسديداتي بدلاً من المدربين الآخرين الذين طلبوا من عدم القيام بالتسديد على الإطلاق.